كانت سعادة كبيرة جدا بالنسبة لنا. طبعا كان السفر لبرج العرب وبعدها الحمد لله كنا كلنا متواجدين مجلس الإدارة، احتفلنا مع بعض بعد المباراة، كنا سعداء جدا. ماتش كان صعب، فريق طلع الجيش قدم مباراة محترمة جدا، لكن الحمد لله لعيبة النادي الأهلي كانوا رجالة وقدروا يحسموا المباراة الحمد لله.